سلام، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على جلي الباس ديال البرد، بما انه دخل فصل الشتاء وفصل البرد، فجبت لكم جلي الباس ديال البرد، شي حاجه غزاله وهماويه وباثمنه جد مناسبه. الا كنتي اول مره غادي تزوري القناه ديالي فمرحبا بك، ما عليك الا تدعميني وتتابوني معايا في القناه باش يوصلك كل جديد على القناه. الا كنتي من الناس القدام اللي تيتابعوني وتيشوفوا الجديد ديالي فمرحبا بك ومرحبا بكم كاملين. ما تنساوش تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا جلابه بجلابه وموديل بموديل، شي حاجه ما دايراش وشي حاجه زوينه كيف ما عوداتكم لطيفه ديما ديما الجديد. لهذا ما تفلتوا حتى لقطه في الفيديو، خليكم معايا. فبالنسبه لاول موديل فهو هذا اللي لابسه انايا، توب ديال المليفه غليظه ديال البرد، مخدومه بهذا الستيل، فيها جويبات بحال هكا، الكمام دايرين بحال هكا، كتجي كتحمق في اللبسه. فبالنسبه ماشي قصيره، طويله، انا نوريكم الطول ديالها حتى التلاين، انا نهبط لكم الكاميرا. فبالنسبه للطول ديالها ماشي قصيره كما كتشوفوا بحال هكا، انا لابساها مع هكا مع هاد لي بوت. الطول ديالها هو هذا، صراحه شي حاجه توب، شي حاجه غزاله غتلبسيها وانتي عاجبك راسك وعاجبك، وسيرتو يعني بثمن جد مناسب، وكاينه حتى لا كاليتي، كاين الثوب كاينه الخياطه. يلا كبدات ندوزو دابا نشوفو الموديل الثاني. بالنسبه للموديل الثاني كاين هذا الموديل، هذا باتشورك في المارون، توب مليفه سخونه حتى هو، شي حاجه غزاله، شي حاجه توب، راه كتلبسيهم ما كتسخيش تحيديهم، غزالين غزالين غزالين، كيحمقوا الفصاله فيهم جبليه اولا مخزانيه، شي حاجه ما دايراش وهماويه، تتلبسيهم والله ما تتسخي تحيديهم سخانين، وشي حاجه اللي ما دايراش غزالين غزالين كيحمقوا. انا نوريها لكم كيفاش دايره من التحت، ماشي قصيره وفيها واحد الموتيف هنايا، المهم انا نوريكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا ماشي قصيره، فيها فتيحه في الجناب صغيره وهكا دايره، الفصاله ديالها غزاله وحتى الستيل ديالها زوين، اما اللون ما نهضروش عليه. فبالنسبه للموديل الثاني البنات فهو هذا، هانتوما شفتوا كيفاش داير، مازال الموديلات كيحمقوا، موديل ينسيكم في موديل. فبالنسبه لي طاي البنات كاين من الام حتى للدوبل اكس ال، كاينين لي طاي الضعيفه تلبس والغليظه تلبس، وهما الباسين اصلا هما تيجيو يعني لهذا اللبسه ديالهم وافيه. فبالنسبه لهذا الموديل البنات فهو هذا في الكري، فيه العقيدات في الكري مغلوق والكري مفتوح، اللون ديالها غزال، الثوب ديالها حتى هو مليفه سخونه، فيها تريزا في الكميمات خفيفه زينه، وكذلك فيها جويبات في الجناب متروزين، جايه كتحمق كتحمق البنات، فنه 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 صراحه، كلهم غزالين، شي حاجه توب وما دايعاش وما دايراش كيف ما ديكم البنات. الجلابه كيفاش دايره من التحت، بالنسبه للجويبات فهكا، بالنسبه للطول ديالها حتى هي طويله، نوريكم طويله وفيها فتيحات صغيرين في الجناب، هذه الفصاله ديالها. انا فضلت نوريكم الجلابه هكا من التحت كيفاش دايره الجناب ديالها كلها باش يبان لكم بالواضح، حيت واخا بعد هكا يقدر يعني ما يبقاش يبان لكم مزيان. اللهم كنوريكم كلشي بالتفاصيل كيف ما عودتكم ديما، صراحه جليبات كيحمق كيحمق، ما تزابيوش، خليكم تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا كل موديل وكل شكل كيفاش داير، وكاينين حتى اللوينات مختلفين والشكيلات مختلفين. هنا الكبيدات، ها هو الموديل الاخر في القصبي، مخدوم بالكاكي، الثوب حتى هو مليفه سخونه، فيه تريزات هكا في الكمام، وفيها حتى الجيوبه هكا في الجناب، كتجي غزاله في اللبسه ولا في الموديل. عرفتي دابا الناس اللي غادي يكونوا انتريسي وغادي يدوزوا عندي ان شاء الله الواتساب وغادي نقول لهم الثمن، غادي يجيهم ثمن غزال 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 بزاف اللي ما دايرش، لانه باش تاخذي جلابه بهذا الستيل هذا ومخدومه هذه الخدمه هذه
واللون ديالها غزال، لا كاليتي زوينه، الثوب زوين، كلشي زوين صراحه. شي حاجه اللي فريمون توب 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 كيف ما قلت لكم، لا في الثمن لا كاليتي، الثوب تشري جلابه طالعه كيف ما عرفتي دابا هذا الوقت هذا، يعني الناس عشاقه من لا دغيا تتبغي تبدل، ماشي كل مره تبقاي لابسه نفس الجلابه وخادمها بثمن يعني اللي غالي بزاف. اللهم تشري جلابه بثمن زوين، وكاين الثوب كاين الخدمه كاين الفصاله كاين كلشي. ندوزو للموديل الاخر. فبالنسبه لهذا الموديل هذا تقريبا كيتشابه مع الموديل اللي قبل منه بالنسبه لا كولور، في الكاكي بحال الميليتير بارد، هانتوما الخياطه فيها السفيفه رقيقه والعقيدات، فيها هاد الرشمه هنايا، فيها هاد القيطان من القب هابط وسامبل. حتى هي فريمون شي حاجه لي توب وغزاله صراحه. ملي كتلبسي هاد الجلباس كتحسي براسك يعني لابسه شي حاجه مختلفه وماشي ضيعه ولا هذا. المهم انا نوريكم الطول ديالها. فبالنسبه للطول ديالها حتى هي طويله، بالنسبه للموديل الاخر البنات فهو هذا في الكحل والمارون بهذا الستيل هذا، فيها هاد الزواقه هنا، عندها هاد الجيب وفيها واحد الستيل من التحت، انا غادي نوريه لكم نهبط لكم الكاميرا. بالنسبه للثوب مليفه سخونه، المهم شي حاجه طوب الدريات صراحه، اللي خدات منهم ما غاديش تندم، اكيد ما غاديش تندم. الناس اللي خداو منهم وجربوهم راهم عارفين علاش كنهضر، وجربوا لا كاليتي الخدمه الثوب مهم، وحتى الستيل يعني ما دايرش. المهم نوريكم التحتاني ديالها كيفاش داير والطول ديالها كيفاش داير، يعني واخا كنبعد ما كيبانش بقى مزيان، دونك نهبط لكم الكاميرا. فبالنسبه للجيب التحت ديالو كيفاش داير ستيلي، فيه هاد بحال الهدوب وجايين عاطين الجلابه واحد لو ستيل اللي خاص. فبالنسبه للور ديال الجلابه فهو سامبل بحال هاد الجهه هذا، بحال هاد الجهه هادي وهو سامبل. هانا الدريات عاوتاني، هادي شي حاجه اللي مختلفه 100%، هاد النص هذا يعني ها هو ريه بهاد اللوينات، وهاد النص سامبل في لو نوار والكميمات هانتوما كيف ما كتشوف ستيل باتشورك. وبالنسبه للثوب مليفه غليظه، المهم شي حاجه غزاله ما دايراش، فيها هاد الزواقه هنايا، انا غادي نهبط لكم الكاميرا باش تشوفوا حيت واخا كنبعد ما كيبانش لكم مزيان، انا غادي نهبط لكم الكاميرا وتشوف. واو شي حاجه زينه، شي حاجه غزاله غزاله غزاله. فبالنسبه لهاد الزواقه اللي فيها هنايا هاي كيفاش دايره، لا اللوينات لا الشكل ديالهم داكشي كيحمق غزال. الطول ديالها هو هذا، تلبسوها مع لي بوت لي زيد، المهم نتوما حرين. وكاين هذا الموديل هذا اللي حتى هو غزال غزال غزال، كيحمق في الكري او لو نوار، فيه العقيدات باللو نوار، فيه في الجنب الفودان ومطروز من الجنب، نفس هذا الستيل هذا عنده حتى في القب. مهم شي حاجه اللي غزاله، ها هو دوبلور ديالو، مهم شي حاجه اللي فنه فنه فنه. فبالنسبه للناس اللي كيسولوني على التوصيل فانا كندير التوصيل لجميع المدن اللي في المغرب تقريبا في 24 ساعه، ما عليكم الا تواصلوا معايا عبر الواتساب، واي حاجه عجبتكم مرحبا بكم. المهم كبيدات نوريكم الجلابه كيفاش دايره، بالنسبه للجنب ديالها حتى هي باتشورك، والطول ديالها فهو هذا يعني ماشي قصيره. هنا كبيدات وكاين هاد الستيل هذا الشكيل هذا 3/4. بالنسبه للطول ديالها حتى هي طويله، كلهم طوالين وزوينين في اللبسه، كيحمقوا لا الفصاله ولا الخياطه. نوريكم الطول ديالها بقاو معايا. بالنسبه للدريات للطول ديالها فهو هذا طويله،
الطول ديالها غزال يعني هكا تلبسيها مع لي بوط ولا مع شمال بغيتي. المهم كتجي مستيليه حتى هي في اللبسه. فبالنسبة لهذا الموديل البنات في الكحل والكري، فيه هاد الزواقه في هاد الجنب هذا، وفيه جيب من هنايا، ومن التحت فيه الهدوب. انا غادي نوريكم التحت ديالها كيفاش داير، حتى هي غزاله. فبالنسبه للثوب فودان خفيف وفي نفس الوقت سخون وغزال، الكمام هكا دايرين. المهم الدريات هاد الجلاب كاملين فريمون طوب، واي واحد بغى شي حاجه فمرحبا به، ما عليه الا يتواصل معايا عبر الواتساب او في الانستغرام، راه غادي تاخذوا شي حاجه اللي فريمون زوينه 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 بزاف. غنوريكم الجلابه كيفاش دايره من التحت. بالنسبه للجيب هو هذا، التحت ديالو فيه هذوك الهدوب. بالنسبه للطول طويله، حتى هي كتجي مستيليه في اللبسه. ايوا الكبيدات، هكا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسونيش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناه باش يوصلكم اي جديد، ومرحبا بكم كاملين. خليتكم على خير.